تنويع الخدمات البنكية والشروع في إصلاحات جادة للقطاع هي من أبرز العوامل المشجعة للاستثمار للدفع أكثر بعجلة التنمية في مختلف المجالات. لازم إعادة النظر في شروط منح القروض، مش واحد نعطي له مليار دينار وواحد يجيك 100 مليون، ربما هذاك اللي تعطي له 100 مليون يسخى بلو لو روندمون تاعو المردوديه تكون اكبر، وهذاك اللي نعطي له مليار دينار ما يدير والو. هاك على بالنا جينا واحد التجارب وين ماذا بينا ما نزيدوش كامل نسمعوا بها. لازم تكون العداله في توزيع القروض، لازم القروض تكون موزعه بطريقه تسمح للاقتصاد الوطني باه يتمركز في مسار التنميه. قروض تصل إلى 150 مليون سنتيم ناهيك عن 72 ساعة كأقصى أجل لمعالجة الملفات هي من بين أهم ما يقدمه القرض الشعبي الجزائري لمرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع. سهل نشاطي يبدأ من 200 ألف دينار جزائري حتى لزوج ملايين دينار جزائري، وهذا المهمة تاعو هو يمول الاستغلال يعني. ثانيا عندنا مشروع واحد آخر ثاني يسموه ساهل محل. ساهل محل هذا يمول شراء ولا ترميم وتهيئة المحلات التجارية، هذا موجه للمؤسسة المتوسطة، هذا يبدا من 2 ملايين و500 ألف دينار يوصل حتى 150 مليون دينار جزائري يعني 15 مليار سنتيم. وعندنا ساهل محل آخر اللي خصصناه للمؤسسة الصغيرة والصغيرة جدا والمؤسسة الناشئة، وهذا راح يمول الكراء نتاع المحلات، وهذا يبدا من 300 ألف دينار جزائري يعني 30 مليون سنتيم ويخلص في 1,500,000 ألف دينار جزائري يعني 150 مليون سنتيم. وبغرض فتح مجال أوسع للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، يعمل البنك على وضع استراتيجية فعالة من خلال خلق فضاء جديد مخصص لهذه الأصناف من المؤسسات.